ندخل على الجزء الثاني من مشكلة الضغط العالي أو ارتفاع الضغط العالي، ولما وصلت لنزيف المخ. وكنت اتكلمت في الجزء الأولاني عن بداية الإحساس بمشكلة الضغط وارتفاع الضغط والإهمال. الإهمال ده اللي وصلني في الآخر لنزيف في المخ. اللي ما شافش الجزء الأولاني هيتلاقي ظاهر له دلوقتي حالا في الآي. الجزء الأول تقدر تبص عليه علشان تفهم أو تكمل بقية الجزء الثاني. الجزء الثاني هتكلم فيه بداية دخولي مستشفى المانيال التخصصي وحدة السكتة الدماغية نتيجة وجود نزيف في المخ وحاجة اسمها تمدد في الأوعية اللي داخل المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم. وطبعا أنا ما كنتش حاسس بمشكلة، وده يعتبر ستر من عند ربنا، يعني هو ستر ربنا بس إن أنا النزيف اللي جالي ده ما عملش مشكلة أكبر من إنه نزيف بألم صداع مش عادي غير صداع الضغط. يعني ناخد بالنا بس من النقطة عشان الناس اللي بتعاني من ارتفاع ضغط الدم تركز جدا في الكلمتين دول. في ارتفاع ضغط الدم بيتسبب صداع، تلاقي صداع في الحتة اللي ورا دي في الراس من ورا هنا، وممكن شوية يبقى هنا شوية. الصداع اللي جاي بقى بتاع نزيف المخ ملوش علاقة بالكلام ده كله، هو عبارة عن خبط في الدماغ مع دقات القلب جامد جدا. طبعا انا اول ما جه الدكتور حازم اللي كنت اتكلمت عليه في الجزء الاول وقال لي فورا على وحدة السكتة الدماغية، انا رايح متخيل اني هعمل حاجة يوم يومين واخرج. السكتة الدماغية دي انا قعدت فيها 3 اسابيع لحد ما رحت وعملت عملية قسطرة في المخ علشان اقفل التمدد اللي حصل في الشريان، وطبيعي ان انا اقلل بقى من نزيف المخ ده. وانا طبعا ما كنتش متخيل الشكل عامل ازاي. جاي احكي لكم في الجزء ده عن اهمال ارتفاع ضغط الدم ممكن يوصلك للي انتوا هتشوفوه في الماتيريال اللي انا كنت بصورها، وانا ما اعرفش انا هخرج ولا لا او انا هكمل ولا لا، بس كنت عايز اوثق الحاله اللي انا فيها. قاعد في سرير جوه يعني وحدة السكتة الدماغية اللي عبارة عن عناية مركزة. من لطف ربنا ومن كرم ربنا إن أنا كنت واعي، ولكن الوعي ده جوه وحدة السكتة الدماغية يديك دروس في الحياة مش طبيعي. الوعي ده يخليك تفهم إن أنت اللي قاعد جنبك في السرير اليمين أو في السرير الشمال اللي بيفصل بينكم إزاز، ناس مش واعية، ناس عايشة في غيبوبة ما بتفوقش، ولو فاقت بتفوق دقيقة وبترجع تاني. ده نتيجة ضغط الدم اللي أثر على المخ، وممكن تكون نتيجة مشاكل تانية، لكن السبب الرئيسي اللي شفته ولمسته جوه السكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم والإهمال في ارتفاع ضغط الدم. اللي ممكن يضرب أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو ممكن يأثر بالسلب على أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، لكن الأكيد أو الأكثر عرضة هو المخ. تقعد في سرير لمدة 2 أسبوع، قبل أنا بكلم ده كله ده قبل العملية، لمدة 2 أسبوع في محاولة لتنظيم الضغط، لأن ضغط الدم عندي كان 200/130، 180/140، يعني ده كان ضغطي، ده كان ضغطي كان ثابت على كده. كنت باخد كمية أدوية مش طبيعية، يعني أنا كان جنب السرير عندي بوكس كده كبير مليان أدوية كتير جدا. كل يوم وكل لحظة أنت سامع صوت الأجهزة اللي هي تي 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 دي، ما بتفصلش دي لوحدها حالة حالة. كل يوم بالليل انت بتصحى على مشكلة حصلت لشخص جنبك او شخص جنبك، ويبقى نفسك تساعد وفعلا حركتك ضعيفة ومش قادر تتحرك. كنت من امنيات حياتي ان انزل من على السرير اتمشى شوية، يعني اخرج بره في من قدام كده السكتة. الدكتور كان قال لي ابدأ اتحرك عشان ظهرك وعلشان جسمك ما يحصليش مشكلة يعني. وبدأت فعلا احاول اتحرك شوية في ممر بتاع السكتة الدماغية. عملت أشعات كتير، الأشعات دي كلها بتأكد إن أنا عندي النزيف ده، لازم يعني الدم ده يتسحب، ولازم المشكلة اللي حصلت بسبب النزيف ده تتصلح، ولازم تفضل تحت الملاحظة على الأقل 2 أسبوع بعد العملية علشان نطمن
ان مش هيحصل لك مضاعفات. ليه كنت محطوط تحت الملاحظة طول الفترة دي؟ طبعا انا ما كنتش مستوعب حجم الموضوع، بس لما تعرف بعد كده انك كنت تحت الملاحظة عشان خاطر ما يحصلش اي مضاعفات، لانك تقريبا النزيف ده ممكن يضرب لك السمع، ممكن يضرب لك النطق، ممكن يضرب لك الحركة، ممكن يضرب لك اي حاسة من حواس جسمك، لان المسؤول عنها في الاخر المخ. كل ده يتضرب عادي جدا بسهولة نتيجة نزيف ضغط الدم. الحمد لله يا رب كان عندي خيارين، وهنا دكتور المخ والاعصاب خيرني، قال لي انت مكان النزيف اللي حصل فيه المخ وفي المنطقة دي بالظبط، مكان النزيف ده بنعالجه بحاجتين، او بندخل نشيل اثر النزيف ده ونعالج التمدد اللي حصل في الاوعية ده بحاجتين، يا اما تدخل جراحي يا اما قسطرة. والقسطرة دي انا ما كنتش فاهم حجمها. التدخل الجراحي ان يحصل فتح جراحي عشان خاطر يعالجوا المشكلة. القسطرة دي بتدخل من عند الرجل من تحت في الشريان الرئيسي اللي بيوصل للمخ عشان خاطر يعالجوا التمدد ويعالجوا النزيف. طبعا الاتنين اخطر من بعض، لان الاتنين عملية في المخ يعني مش حاجة سهلة، يعني الاتنين صعب. قررنا بعد فترة طويلة انا والعيلة عندي ويعني مراتي وكلنا انه اتكل على الله وابدأ اعمل القسطرة، وعملنا القسطرة. فقبل العملية بيوم ففوجئت بالخبر اللي هو يعتبر على ودني، كان اصعب خبر ده، ان احنا هنعمل القسطرة دي بس هنعمل حاجة اسمها قسطرة تشخيصية الاول، اللي هي ان هندخل بالقسطرة ونشخص الحالة، ممكن ما ينفعش نعملها، وبالتالي هنضطر نعمل جراحة. يعني انا داخل اعمل قسطرة، وارد جدا القسطرة يكتشفوا انها ما تنفعش الحالة بتاعتي، وبالتالي لازم اعمل جراحة. وعشت ليلة من اصعب الليالي حقيقي، يعني ليلة كلها عبارة عن افكار ما بين، يعني انا كنت خايف من الجراحة والفتحة اللي في الراس، ومع ذلك انا غالبا هعمل جراحة. فدخلت تاني يوم قلت ان شاء الله ربنا هيسترها زي ما سترها في كل حاجة معايا، ودخلت تاني يوم وعملت القسطرة التشخيصية، والحمد لله يا رب الدكتور نجح في انه يعمل يعالج التمدد ويشيل النزيف، وعمل القسطرة العلاجية، والحمد لله يا رب نجحت. وخرجت من العملية بنج كلي طبعا، طبعا على برضو وحدة السكتة الدماغية، وكانت المفاجأة ان انا هقعد اسبوع تحت الملاحظة، وبعد الاسبوع انا عايز 3 شهور فترة نقاهة، عشان انا ما ينفعش اتعرض لاي ضغط واي ستريس، ما ينفعش اتعرض لضوء شمس او حرارة، ما ينفعش اتعرض لاي حاجة تغير مودك او تعلي ضغطك. ومن هنا بدأت افهم المرحلة التانية من الكارثة، اللي برجع تاني واقول يا جماعة اللي عنده ضغط دم او ارتفاع في ضغط الدم ما ياخدش الموضوع باستهانة. ده الجزء التاني. الجزء التالت هتكلم فيه عن ما بعد العملية وخروج البيت، الحمد لله يا رب، وفترة النقاهة اللي انا عايشها، و الستر الكبير اللي ربنا امر بيه، والحمد لله يا رب انها جت على قد كده. شكرا.